كم لي هذا في هذا العام 30 سنة من عهد أبي وجدي. المحل كان أجلس جنبهم وهذا أنا صغير أشتغل معهم جنبهم يعلموني. لا هذا السنة يعني قد ذلك يجي 5 سنين معهم أتعلم. في الجبسيات والتراث اليمني مثل القمريات والنحت والخراشات، ونسوي بالقمريات أول شيء نأخذ مقاسة ونبيكرها، بعد ما نبيكرها نفعل لها الحاشية حق العمود القاعدة، وبعد القاعدة نسوي لها الذي داخلها حق النحت. كأني دي جميلة ملونة نحت تراث قديم، تدخل الضوء وتدخلها يعني ما لها جمال ولها منظر. كان من أول الطلب كثير على القمريات، الآن الألمنيوم يعني الناس بيفعلوا لك طاقة ألمنيوم كامل، ما عاد يفعلش فوق الطاقة عقد، يفعل طاقة ألمنيوم كامل، لذلك خف الطلب عليه.